بعد أيام عصيبة مرت على محافظة البصرة لما شهدته من أحداث وإضرام النيران في عدة مباني، استدعى تدخل فرق الدفاع المدني برغم الصعوبات التي واجهتهم، إلا أنهم استطاعوا أن ينفذوا للسيطرة عليها بجهود كبيرة بذلها رجال الدفاع المدني. هكذا لون من الحوادث يكون التعاطي مع تعاطي صعب، لأنه الحوادث المفتعلة تكون حراك في المكان من كل الاتجاهات. زاد الأمر تعقيدا هو منع فرق الدفاع المدني من قبل المتظاهرين من الوصول إلى هذه الأهداف، الأمر الذي استشرت معه النيران في أرجاء هذه الأبنية المستهدفة، وكانت تهدد بشكل كبير ما يجاورها من دور سكنية ووحدات سكنية وشواغل تجارية مهمة أخرى. الأمر كان امتحان صعب جدا لرجال الدفاع المدني، إلا أنهم الحمد لله تمكنوا من احتوائه بشكل كبير، ونفذوا من خلاله إلى إطفاء كافة الحوادث ومنع انتشارها، وهو نجاح كبير نعتبره الحقيقة. بعد جهد جهيد، أيام وليالي بمواجهة النيران، وما أن انتهت مهمة إطفاء الحرائق حتى عاد رجال الدفاع المدني ليعيدوا الحياة لمدينة البصرة من خلال حملة غسل وصبغ الشوارع الرئيسية في المدينة. تقديم خدماتنا بسقي الأشجار ومكافحة الحرائق، جبنا أكثر من 20 فرقة من مديرات الدفاع المدني القريبة لإسناد مديرية الدفاع المدني البصرة بعجلات الإطفاء ورجال الإطفاء لإخماد الحرائق الكبيرة اللي تعرفوها اللي نشبت المحافظة. ووضعنا منهاج عمل من قبل السيد المدير العام المحترم بتقسيم أعمالنا بشكل يومي، نبديها من صباح الباكر وحتى ساعات الليل المتأخرة. واليوم احنا ضمن سلسلة هذه الحملة نقوم بصبغ الأرصفة، وكذلك سنقوم بزيارة دور العجزة والأيتام وتقديم مساعدات. المواطنون في محافظة البصرة رحبوا بهذه المبادرة الكبيرة والتي تبعث رسالة اطمئنان للشارع البصري بعدما خلفت التظاهرات الاحتجاجية مخلفات الحرائق في البصرة. يعني خطوة جميلة من قبل مديرية الدفاع المدني العامة أن تأتي بكوادرها من بغداد وبقية المحافظات من أجل المساهمة في إعادة الحياة لمدينة البصرة. الآن احنا نشاهد انه كوادر هذه المديرية تقوم بأعمال تنظيف وغسل الأرصفة والشوارع بمدينة البصرة. هناك حملة أيضا حسب ما سمعنا من القائمين على هذه الحملة من الضباط والمنتسبين بإعادة طلاء الأرصفة. حقيقة هذه الحملة رغم يعني بساطتها لكنها تشير إلى أن جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم هم مع البصرة. يذكر أن مدينة البصرة شهدت أحداث متتالية أهمها حرق مباني حكومية، وواجه بها رجال الدفاع المدني صعوبات كبيرة للوصول لمكان الحادث بعد أن منعوا من قبل المتظاهرين، حتى تعرضوا لإصابات بالغة بين رجال الدفاع المدني في المحافظة. لـ WTV الفضائية من البصرة، فؤاد الحلفي.